يا دكتور علي. أي فندم. الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق، أرجو إنك ترد عليهم. حاضر حاضر. لابد أن نقف مع المواطن وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة وبيروح يلاقي ده ب 18 جنيه وبعدين يلاقي عند الراجل التاني ب 22 جنيه ويلاقي عند الراجل التالت ب 23 جنيه. وما أدرانا جميعا تأثير السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك دلوقتي بكذا دلوقتي بكذا. صحيح هناك اختلافات، إنما يمكن كنا بنتكلم مع أنا ووزير الزراعة ومع دولة رئيس الوزراء لما البصل زاد كانت فرق عروات، ومع ذلك خدنا قرار بمنع تصدير البصل. وأنا بقول ولكن بعض الزملاء ما وافقونيش، النهاردة البصل ابتدى ينزل. أسبوع واحد حضرتك وأنا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع، الرز هيبتدي ينزل. إحنا باتفاق مع دولة رئيس الوزراء هنعمل نموذج نتيجة، الحمد لله عندي احتياطي جيد من السكر، هنزل بس بقواعد معينة السكر بيعبوا، ولكن هيتعهدوا بسعر معين وللتجار وتعهد بسعر معين. وعندي اجتماع معاهم يوم الثلاثاء الساعة 2:30 في الوزارة هنا، هيوافقوا على هذا ويمضوا هنتحرك معاهم ونديهم السعر بطريقة معينة ونحكم السعر النهائي دون أن ندخل في تسعير جبري. لسبب بيجيلي من مجلس النواب وزمايلنا من مجلس النواب موجودين لغاية النهاردة، وجايلي من رئيس المجلس نريد تسعيرا جبري. الدستور نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط، وادانا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ادانا حق، ادى وزير التمويل حق إنه هو لسلعة معينة ولمدة معينة أن يعرض بأسبابها على دولة رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة. استخدمنا ده في السكر في 2017، إنما أنا عن نفسي ما أحبش إنها تكون ممارسة عادية، يعني نيجي يلا نحدد السعر أنزل. لسبب يوم ما بيكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي احتياطي جامد في القمح فنزلت بايع بطريقة معينة قدرت احكم السوق، برضو النهاردة عندي في السكر هقدر انزل اهدي الاسعار. لسبب السكر عالميا وصل لارقام زي مع البترول ما بيطلع كده حضرتك، السكر بيمشي معاه بالظبط. لسبب للأسف البرازيل وهي اكبر منتجة للسكر مع امريكا بتدعم تحويل السكر لإيثانول عشان يبقى وقود نقي ونظيف وكذا، بتدعم اللي بيعمل كده. فأول ما الدولار البرميل يكسر المئة دولار أو التسعين دولار، السكر مهما جاب تمن تحويله يجيب فلوس أكتر. فأكبر مصدر للسكر البرازيل، وأكبر واحد بيشتغل في تحويل السكر لطاقة نظيفة البرازيل. مين بيشجعها؟ الامريكان. فاحنا ما بين امور، النهارده السكر وصل 750 دولار فب سكر ابيض. ف يعني الامور بقت ضاغطه من الخارج، بنفعل ما نستطيع. نعم، موضوع ان انا ادخل واقفل للتاجر ده واقفل للتاجر ده واقفل للتاجر ده، دي اسهل حاجه، ولكن لم تثمر ولم تؤتي بنتائج جيدة. هنقعد معاهم ونتفق ونضع حدود قصوى، لو تمشينا كده كويس، ما بتمشيناش كده هنلجأ للقانون ومجلس الوزراء ونحدد أسعار. إنما الحق قال سواء البصل أو الطماطم فروق عروات. طب ليه لما الناس الطماطم كانت بالثلاثة جنيه واثنين جنيه والعشر والخمسة كيلو كانوا بعشرة جنيه؟ عشان كانت زيادة. النهاردة فرق عروة، فبنيجي نحاسب بعض على
أمر بيحصل أسبوعين أو ثلاثة. أنا لست متأسف، أنا ألام وهبقى سعيد جدا عندما يوجه لي اللوم من المواطنين على عملية ضبط الأسعار، وسوف نفعل ونحاول أقصى ما في وسعنا حتى يمكن أن نهدي من هذه الظاهرة اللي هي فيها جزء نستطيع أن نتحكم فيه وجزء غير قادرين للتحكم فيه. بس إنما بنوعدهم إن شاء الله إن بكرة هيبقى أحسن من النهاردة بكتير جدا إن شاء الله. شكرا.